موضوع النهاردة يمكن يكون خطير جدا الحقيقة، لأن هو عن مادة حواليها جدل كبير وأبحاث كتيرة، وهي سبب يمكن في كوارث كتير وتسببت في حدوث أمراض تكاد تكون كارثية برضو. مش من دلوقتي الحقيقة، لأن المادة دي موجودة يمكن من سنين وبس، لكن معدلات استخدامها دلوقتي زادت وبقت الناس بتدخلها يمكن في أو يعني غصب عنهم بتدخل في حاجات كتير، لأن هي مادة بتترش على ايه الحاجات اللي مزروعه. وكان دكتور مجدي الحقيقه كان قال لنا ان هي الماده دي اللي هي الجلايفوسات هي مبيد للحشائش، ولازم انها او معظم الاماكن اللي عندها رقع زراعيه كبيره زي ما هو بيقول ويوضح لنا اكيد النهارده بيحتاجوا يستخدموها علشان الحشائش تبقى مش موجوده حوالين الزرع، ويبقى الزرع يقدر ان هو ينمو بشكل طبيعي. لكن الحقيقة ان احنا اكتشفنا او العلماء والباحثين اكتشفوا ان هي مادة خطيرة جدا مضرة بالصحة بشكل كبير، وممكن تكون زي ما قلت لحضراتكم في البداية انها سبب لامراض كتير قوي. والامراض دي كمان ما سمعنا عنها في الحلقة اللي فاتت، حسينا ازاي او ايه العلاقة ما بين حاجة زي دي وما بين مثلا مرض زي التوحد، واتكلمنا بشكل يمكن يكون بسيط. النهاردة هنتكلم بشكل موسع، وفي انتظار طبعا أسئلة حضراتكم واستفساراتكم على أرقامنا اللي هتبقى موجودة معانا على الشاشة ومشاركتكم معانا في الحلقة النهاردة. أنا طبعا معايا ضيوفي اللي حضراتكم يعني تكاد تكون متعودين خلاص عليهم إن شاء الله دايما يبقوا معانا. معايا دكتور مجدي نزيه استشاري التثقيف والإعلام الغذائي، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، منورنا. سعيد إني مع حضرتك. وكمان معانا دكتور رامز سعد أخصائي الكيمياء الحيوية ومتخصص في تحليل المعادن، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، منورنا يا دكتور. ربنا يخليك. الحقيقة إن الحلقات عملت جدل كبير جدا لما اتكلمنا على الغذاء ولما اتكلمنا على المادة اللي بتترش على الحاجات اللي احنا بناكلها، ودكتور مجدي ساعتها قال لنا ان ما بتدخلش المعادن لجسمنا، وقال لنا ان حضرتك ان شاء الله هتقول لنا ايه الحل. لكن نرجع نفكر الناس كده يا دكتور مجدي، ايه هي الماده دي؟ المبيدات بوجه عام ثلاث انواع بتترش بهدف الحصول على محصول جيد، محصول بكميه يغطي الاستهلاك. المبيدات ثلاثه دول اللي احنا نعرفهم: مبيد لامراض النبات اللي هو للافات الزراعيه، مبيد للحشرات، الحشرات اللي بتاكل نص أيوة. الزرع طبعا انا ما بلقاش محصول في النهايه، ثم مبيد للحشائش. الفول مثلا ما بيتزرع بيطلع جنبيه نبات اللي هو الهلوك، فبياخد الغذاء بتاع الفول من التربه بيأثر على الانتاج. القمح نفس القصه، معظم المزروعات عشان يعني كده احنا مضطرين نستخدم، مضطرين نكافح. المكافحه ليها ثلاث أوجه. إما مكافحة يدوية، وده بيبقى عادة مع صغار المزارعين في الرقعة الزراعية المحدودة، أو مكافحة كيميائية وهي مادة الجلايفوسات اللي حضرتك تفضلتي وذكرتيها عفوا، واللي شرحها لنا قبل كده الدكتور رامز بيه. التالت حاجة بتبقى مكافحة بيولوجية، وإخواننا اللي بيدرسوا البيوتكنولوجي بيقولوا في وسائل يمكن انها تتعمل، قد تكون لسه تحت الدراسة، قد تكون مكلفة شوية، انما نظام ان انا بكافح مشكلة بمشكلة تانية بحيث تعمل مشكلة للحشائش وما انا محتاجش ارش مبيد. بس لسه هذا الموضوع، وممكن يرجع الى المتخصصين في البايو تكنولوجي فيها. فالجلايفوسات واحد من هذه المواد المستخدمة. وبعدين هو هي مستخدمة على مستوى العالم كله، هي مش مستخدمة هنا بس. يمكن ليها مشاكل كتير، منها طبعا انها كارسينوجينيك، بتجيب اورام وغيرها وغيرها وغيرها. ولكن من اكتر الحاجات، وطبعا بتساهم جدا في التوحد وغيره، ولكن من اكثر اللمبات الحمراء اللي انارها الدكتور رامز سعد، انها ازاي بتاثر على المعادن، ودي نقطه غايه في الاهميه. انا اليومين دول يعني في احد المتابعين معايا عنده فقر معدني، فقر معدني تقريبا خلص على جسمه من المعادن. يا خبر. فكل بالظبط. والمعادن يمكن احنا اتعلمنا كتير وعلمنا كتير، وانا استفدت الحقيقه من الدكتور رامز بيه
في عديد من اللقاءات العلمية ان يعني احنا متاخدين من التراب والتراب كله معادن. أيوة. اذا المعادن هي الف ب حياة وصحة مهمة جدا بالظبط. والعالم باولينج 1930 لاينس الامريكاني ايوه بالظبط هو كيميائي واخد جايزة نوبل مرتين المقولة لو علمنا المعدن الناقص لاستطعنا ان نعالج المرض. اذا الانسان كتلة معادن فالخلل المعدني مصيبة كبيرة. مشكلة الجلايفوسات انه بيعمل فقر في 12 معدن من المعادن.